شيع أبناء مديرية حفاش في محافظة المحويج جثمان الشهيد البطل أمين الهدسي أحد منتسبي الأمن المركزي والذي طاولته صواريخ العدوان أثناء تأديته مهامه الوطنية. شهيد تلو آخر من أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية يفدون وطنهم بأرواحهم ويخلدون في ذاكرة الشعب الحية، يؤدون واجباتهم الوطنية في الدفاع عن تربة وكرامة اليمن. في مديرية حفاش محافظة المحويت شيع جثمان الشهيد البطل أمين الهدسي من أبطال الأمن المركزي والذي طاولته صواريخ العدوان أثناء تادية مهامه الأمنية. أبى إلا أن يكون شهيدا شهيد الإباء في أمن واستقرار هذا الوطن الكريم، وسنضحي إن شاء الله بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن. المشيعون أكدوا أنهم سيسلكون ذات الطريق في الدفاع عن الوطن وصون مكاسبه، ولن يكونوا إلا حيث يريدهم الوطن. أحد أفراد قوات الأمن المركزي مات شهيدا مقدر الطيران، طيران العدوان، القدر السعودي الصهيوني الأمريكي رحمه الله، ونحن لن نتركه يروح هباء. يرحل الأبطال وتظل بطولاتهم تدرس للأجيال، فهم وإن رحلوا لكنهم تركوا إرثا لا يفنى ومجدا لا يمحى، فقد قدموا أغلى ما يملكوه فداء للوطن. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم، محافظة المحويت.